الشباب وجود شباب حقيقة ظهر بصورة رائعة، صورة جميلة. الشباب مثل ما قلنا العام الماضي، طبعا بالإضافة إلى سانتي مينا وأرون، الإضافات الأجنبية، اثنين كلهم اليوم سجلوا، هذا لعب أساسي وهذا لعب احتياط، سجلوا اثنين كلهم وبانوا من يعني من أول مباراة. يعني تكلمنا قبل شوي قلنا في لاعبين زي كوستا مثلا ما ظهر بالصوره الجيده، لكن انا اتوقع انه بعد جولتين ثلاث جولات ممكن يدخل في اجواء الدوري السعودي، في اجواء بصفه عامه في السعوديه، وكره القدم بصفه خاصه. اليوم لا دخلوا هم وسجلوا وقدموا، خاصه ارون انا اقول لك يا ابو جود من الان راح يكون من 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 ثلاثة نجوم، من أفضل ثلاثة نجوم في الدوري السعودي، لا من ناحية صناعة الأهداف ولا من ناحية التهديف. حقيقة اليوم سجل هدف رائع ويمكن يكون يعني هدف الجولة، وأيضا صنع هدف، الهدف الثاني صراحة أخذ المدافع في ظهره كذا، نعم حطا عليه وعطه وشاف يعني بلمح حتى براسه كذا للجونيور. متعب وصقور حكاية ثانية يا بوجود، لاعبين هم أساس الهجمات الشبابية، سواء متعب من الجهة اليسار أو فواز صقور من الجهة اليمين، قدم اليوم مباراة كبيرة وكبيرة جدا. أحيي أيضا نواف العابد، أتمنى نشاهد إن شاء الله المنتخب في كأس العالم بإذن الله، اليوم كان قائد الشباب وقدم أيضا مباراة رائعة وكاد أن يسجل هدف تاريخي لولا سوء الحظ. بالنسبة للباطن، الباطن يعني ما يلام حقيقة يا أبو جود، الباطن ما يلام بسبب تسجيل ثلاثة لاعبين لم يستخرجوا الكفاءة المالية. أغلب اللاعبين يمكن الحارس والمدافع والظهير الأيسر بس ثلاثة أجانب، اللاعبين المحليين يعني ما هم قد طموح حقيقة نادي الباطن. من هنا للشتوية، من هنا للشتوية، إذا ما قدر الباطن يتعدى هذه حيكون وضعه جدا صعب جدا. طيب.